في هذه البنايات في مدينة نابلس تقع جمعية الاتحاد النسائي العربي، الجمعية التي تأسست عام 1921 لتكون إرثا تاريخيا في فلسطين، ليس فقط في نابلس وحدها بل تمتد إلى كافة المدن الفلسطينية لتكون شاهدا تاريخيا عريقا في مدينة نابلس ومثالا على النهضة التي تقوم بها المرأة الفلسطينية. جمعية الاتحاد النسائي أنشئت عام 1921، طبعا كانت بمبادرة من سيدات في مدينة نابلس، وكانت تلبية لدعوة أطلقتها السيدة هدى شعراوي من مصر لتحرير المرأة، فلبتها نساء من فلسطين ومن جميع أنحاء العالم العربي. في هذا الوقت زي ما قلنا نساء من فلسطين، وكانت على رأسهم السيدة مريم هاشم من نابلس، وكانت أيضا زليخة الشهابي من القدس، وأخريات من فلسطين. ذهبوا إلى مصر القاهرة وشدوا على يد السيدة هدى شعراوي وقالوا لها نحن أيضا نريد تحرير المرأة في فلسطين، نحن مع تحرير المرأة العربية والنهوض بها. والمرأة بالعموم معروفة بالعطاء، ولكن المرأة الفلسطينية تتميز عن نساء العالم كلهم بقدرتها على العطاء والتقدم والتكيف بالظروف. لذلك بقدر أقول لك إنه المرأة النابلسية هي إحدى نساء فلسطين اللي يعملنا تحت أعظم الظروف قسوة. استطاعت جمعية الاتحاد النساء أن تتميز وتتطور وتبقى بالتطور بنفس الرؤية والمنهاج، الرؤية والرسالة التي قد أنشأت إلها حين أنشأوها الأخوات في أول هيئة أسست، اللي كانت من ضمنهم الحاجة عندي العمد والحاجة نهريز كنعان والحاجة رجدة المصري والحاجة إم عباس المصري أيضا، والكثير من الأخوات اللي كانوا فعلا على قدر المسؤولية ليحملوا عبء المرأة في نابلس. وإذا ثقفت أنت المرأة وقمت بإعطائها دورها وعززت هذا الدور لتكون جنبا إلى جنب في إنشاء مجتمع سليم، مجتمع واعي وأسرة واعية وسليمة، يعني تم تثقيف المرأة اقتصاديا واجتماعيا وخيريا. كانت أعمال الجمعية الخيرية والتثقيفية والتأهيلية دائما في تطور، حيث كانت تتلمس حاجة المجتمع وتنشئ. جمعية الاتحاد النسائي العربي تضم كلية الحاجة عندليب العمد التي تأسست عام 2001، ويعود سبب تسميتها إلى عندليب العمد، إحدى مؤسسات الجمعية الرئيسيين، حيث كانت الكلية الخطوة الأولى لفكرة إنشاء مدرسة للتمريض عام 1990، حيث كانت مدة الدراسة فيها 18 شهرا واستمر عملها لعام 1995، حيث توقف العمل بها بهدف التطوير إلى أن وصلت اليوم إلى بناية حديثة لإعادة افتتاحها ككلية معتمدة بأحدث الوسائل العلمية وطاقم تدريسي مميز لتكون المدة الدراسية فيها سنتين. كلية الحاجة عندليب العمد تابعة لجمعية الاتحاد النسائي العربي في نابلس، تأسست في عام 2000. طبعا هنا احنا بندرس التمريض والقبالة تخصصين، في عنا تقريبا شعبتين تمريض اللي هم في سنة أولى كل شعبة 30 طالب وطالبة، وسنة ثانية تقريبا 35 طالب وطالبة، القبالة سنة أولى مع ثانية تقريبا 40 طالبة. الحمد لله مميزين بقوة التدريس تبعتهم. في الامتحانات الوزارية دائما المعدلات عالية بتطلع، ونسبة النجاح عنا في امتحان الشامل 100%، والمزاولة تقريبا يعني فوق 90. يعني حكولي إنه هاي الكلية أحسن تعليم فيها، يعني أكتر إشي بتعلم، يعني بعلموا تمريض في كليات تانية وجامعات تانية، بس أحسن تدريس بهاي الكلية.
ولم تقف حدود الجمعية عند الكلية الحاجة عندليب العمد، بل إن الجمعية أيضا تضم روضة الاتحاد الحديثة التي تضم عشرات الأطفال، حيث تأسست الروضة عام 1997 وتتبع الروضة أساليب حديثة في التعليم والتأهيل للأطفال من خلال التعليم عن طريق مركز القصة ومركز الفن والخيال والحركة والألعاب الهادئة. والملفت للنظر أن ريع هذه الروضة مخصص لليتامى. الروضة بتشمل خمس مراكز، اللي هي مركز القصة، احنا بتعلم عن طريق اللعب، عندي مركز القصة، مركز الخيال، مركز الحركة، مركز الفن، مركز الألعاب الهادئة. بيتم عمل برنامج أسبوعي وشهري للأطفال، كل نص ساعة أو ساعة لربع بنتقل طفل من مركز لمركز، طبعا هو مع معلمتهم. عندي كمان عدد أطفال الروضة 75 طفل، بتضم 38 ذكور و 37 إناث. نسبة الأطفال من سن 3 سنين و 8 شهور لغاية 5 سنوات. طبعا إحنا بنجمع أطفال، بناخد أقساط مش كتير ضمن مراعاة الوضع الاقتصادي للأهل. هلأ دخل الروضة بروح للأيتام. كتير الشغل مع الأطفال كتير ممتع، كمان يعني زي ما أنتم شايفين هلأ أعطيناهم حصة فن، حصة قص، وحصة تلزيق، ودائما بنتعامل بهذا الإشي لأنه الأطفال خصوصي بالرسم والألوان هذه بعبروا عن ذاتهم وما بدوق بعقلهم، سواء كان الطفل زعلان سواء الطفل رضيان فرحان، عن طريق هذا الرسم بعبر عن ذاته. الأعمال الخيرية لجمعية الاتحاد النسائي العربي لم تتوقف أيضا عند رياض الأطفال فقط، بل أسست الجمعية عام 1962 مركز النور للكفيفات لمن فقد نعمة البصر، ويهدف المركز إلى تأهيل ورعاية الكفيفات من خلال تدريبهن على مهنة النسيج، حيث شملت الجمعية أيضا على مشغل القريون للخياطة. مركز النور سنة 1962 طبعا برعاية جمعية الاتحاد النسائي هي اللي أسست هذا المقر. طبعا بهذه الفترة ضرورة يعني لحاجة ملحة كانت أن الناس مش كتير بتهتم بموضوع الإعاقة، حتى أنها كانت الناس تخجل مثلا أن يكون عندها مثلا شخص معاق أو أنها تظهر لهذا، فارتأت الجمعية أنه تهتم بهذه الفئة وتاخذ على عاتقها رعاية هذول الناس. احنا بنخدم طبعا عندنا عدد كبير من البنات الكفيفات، تقريبا عندنا المركز بيتسع ل 15 بنت ل 20. باخذ في دوره النسيج، بشتغل في الخط فيها وتاقلم. طبعا قدرت اتاقلم هون، انا بسهوله اتاقلمت لان تعودت اصلا بالنسبه لي على يعني على المؤسسات تعودت، يعني ما لقيتش صعوبه. الخدمات اللي موفره لنا عادي، مسكن، أكل، سرب موفر لنا، كل إشي يعني تقريبا زي هيك. وطبعا إحنا ضمن النشاطات اللي بنكون فيها اللي هي النسيج، في عنا كان دورات النول، كان في عنا هلأ محضرين إن شاء الله ممكن يكون دورات كمبيوتر. ولقناعتها الكبيرة بالتواصل وخدمة اليتيمات وممن تعرضوا لما يسمى باليتم الاجتماعي، فإن الجمعية تحتضن بين مراكزها دار اليتيمات التي أسست عام 1952 لتكون مركزا جاذبا لكل اليتيمات التي تقطعت بهن السبل، حيث يستقبل المركز اليتيمات من عمر 6 سنوات إلى 22 عاما برعاية المرشدات الاجتماعيات والمشرفات، وهو ما حقق للجمعية إنجازا ووضعا مرموقا بين مؤسسات الضفة. مركز دار اليتيمات أحد مؤسسات جمعية الاتحاد النسائي، بضم فقط فتيات تتراوح أعمارهم من سن 6 سنوات لغاية سن الجامعة. تتسع الدار لحوالي 50 يتيمة. عندنا حالتين من اليتم، حالة اليتم الاجتماعي وحالة اليتم الحقيقي. بالنسبة للدار تقدم طبعا جميع الخدمات للنزيلات من مأكل، مشرب، تعليم، علاج، جميع الخدمات موفرة لهم. ودار اليتيمات بنابلس هو المركز الوحيد الإيوائي في نابلس للأيتام. هلا احنا عندنا نوعين من الأيتام، عندنا يتم اجتماعي ويتم طبيعي. طريقة التعامل معهم بيختلفوا عن بعض. اليتم الطبيعي انه بكون هو شاعر انه فقدان الحنان الأب والأم ومؤمن بهاي الشغلة انه شغلة ربانية. اما اليتم الاجتماعي هو اصعب التعامل معه عن طريق برامج تعديل السلوك اللي بنستخدمها وعن طريق الجلسات الفردية والجلسات الجماعية. هون احنا كلنا بندرس، نيجي من عند المدرسة ندرس. أول شيء بناكل، بعدين نروح ندرس. طب شو بس تكبري إيش حابة تصيري؟
معلمة. معلمة إيش؟ معلمة إنجليزي بدرس. إيش بتحب إيش بتحب تدرس طيب؟ إيه؟ إيش بتحب تدرس؟ في إيش أنت شاطرة؟ في كل شيء. كل شيء. طب بس تكبر إيش حابة تصيري؟ تصور. والصحة أيضا كانت إحدى المحاور والنقاط الهامة التي وضعتها الجمعية على سلم أولوياتها، فمستشفى الاتحاد الذي يتبع للمؤسسة يقدم خدمات صحية كبيرة على امتداد السنوات الماضية، فالمستشفى كان في فترة الانتفاضتين وجهة لكل الجرحى في مدينة نابلس، حيث تأسس المستشفى عام 1971 ليبقى شاهدا تاريخيا على وضع صحي متميز بطاقمه الطبي والإداري. مستشفى الاتحاد النسائي طبعا تابع لجمعية الاتحاد النسائي نابلس، تأسس سنة 1970، بوش العمل 71، نهاية 70 71، من أقدم المستشفيات في نابلس، ما كانش في مستشفى آخر غير حكومي إلا الإنجيلي في ذاك الوقت، مستشفى عام، أنشئ كمستشفى عام، سعة حوالي 100 سرير، أقسام الرئيسية كلها مخططة وموجودة، باطني، أطفال، جراحة. طبعا تعرفوا أثناء الاحتلال كان الجرحى ما يتوجهوا للمستشفيات الحكومية، وما كانش أصلا في مستشفيات خاصة في الضفة كلها، قليل جدا كان عددها، فكان جميع الجرحى عمليا يتوجهوا لمستشفى الاتحاد بالذات في شمال نابلس كلياتها، جنين، طول كرم، نابلس، سلفيت، كلهم يتوجهوا لمستشفى الاتحاد، حمل أعباء كثيرة سواء بالانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية. يعني إحصائية سريعة بس للمعرفة، بفوق 10,000 مراجع ما بين من وصل شهيدا ومن استشهد لبلاغة إصابته أو الجرحى اللي شفي وعوفي وروحوا. وتقديرا لجهودها البناءة في دعم وتنمية العمل الخيري وتحقيق قيم الإتقان والتميز والشفافية، فقد حصلت الجمعية على شهادة تقدير من مجلة فوربس الأمريكية للجمعيات الأكثر شفافية في العالم العربي. لدينا جائزة التميز في الشفافية، في الشفافية، التميز والشفافية على مستوى الجمعيات العالم العربي، وهي شهادة أعطيت من مجلة فوربس الأمريكية، حيث أعدت إحدى برامجها، وهي مجلة معروفة لتعد البرامج أو الإحصائيات عن أعظم الأثرياء، وكان أحد برامجها أكثر الجمعيات الشفافية ونزاهة في العالم العربي، فكانت جمعية الاتحاد النسائي إحدى هذه الجمعيات. وتسعى المؤسسة اليوم إلى السير على الطريقة الإدارية الناجحة التي وضعت على أيدي مؤسسيها لمجاراة التطور الحديث، لتكون مؤسسة مرموقة بين مؤسسات العالم من أجل إبراز دور المرأة وحضورها اجتماعيا وإنسانيا وخيريا لخدمة المجتمع الفلسطيني. من أنشأ هذه المؤسسة وكانت تحميها كل أهل البلد، سيبقوا يحمي هذه المؤسسة لأنهم يروا فيها صرحا وطنيا يمثل تطلعهم إلى أن تكون دائما المؤسسات داعمة للدولة. جهاد قاسم، تلفزيون وطن.